أكد عدد من الصحفيين والمهتمين بالشأن السياسي أن ترأس عاهل البلاد المفدى لوفد مملكة البحرين في القمم التي دعا إليها خادم الحرمين الشريفين يؤكد ما تحمله هذه القمة من أهمية كبيرة على مختلف الأصعدة بالنظر إلى توقيتها والظروف الأمنية والسياسية التي تحيط بالمنطقة. ترأس سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى لوفد مملكة البحرين يأتي من حرصه واهتمامه للدور الرفيع التي تقوم به المملكة العربية السعودية من حفظ وأمن واستقرار المنطقة، وبعد كل المخاطر عن هذه المنطقة والتشاور والتنسيق مع قادة دول المنطقة للخروج بآفاق أرحب وأأمن لشعوب المنطقة وقيادتها. تأتي هذه الدعوة أيضا لتؤكد على مكانة المملكة العربية السعودية في المنطقة كقائد للمنطقة وعمود الخيمة الخليجية، وليس الخليجية فحسب، العربية والإسلامية. فقيادة خادم الحرمين الشريفين لهذه المبادرات تضمن أمن واستقرار المنطقة وتجنبها الحروب وتبعد عن شعوبها المخاطر والأزمات. دعوة خادم الحرمين الشريفين إلى هذه القمة وأهميتها بهذا التوقيت، هذا يعني أن هناك رؤية وموقف، نتطلع إلى موقف موحد من قبل الدول الإسلامية، من قبل الدول العربية اتجاه ما يحدث في المنطقة، وتحديدا التهديدات الإيرانية. التهديدات الإيرانية اليوم لا نستطيع أن نحصرها فقط في منطقة الخليج، هي تهديدات تخص المنطقة العربية وتخص أيضا العالم الإسلامي. لا نستطيع اليوم أن يقف المجتمع الدولي مكتوف الأيدي أمام تهديدات تطلق. لا ننسى أيضا أذرع إيران والتنظيمات الإرهابية المحسوبة على إيران واللغة التي تستخدمها إيران عندما تبتز، وهذا شيء معروف للقاصي والداني أن إيران تبتز بالأنشطة الإرهابية، تبتز الكثير من الدول. وبالتالي اليوم هناك حاجة لموقف عربي موحد، حاجة لموقف إسلامي موحد، وهذا ما نعول عليه مستقبلا. بالطبع عندما نتحدث عن المملكة العربية السعودية نحن نتحدث عن عمق عربي استراتيجي. من منا اليوم في الوطن العربي يستطيع أن ينظر إلى هذه المنطقة دون أن يحسب وينظر بعقلانية إلى الموقع السعودي، العمق الاستراتيجي السعودي للمنطقة بأكملها؟ بالنسبة لنا نحن العرب، أنا أرى في المملكة العربية السعودية هي مشروع العربي، لدى انتماء العربي، عمق الديني. وبالتالي اليوم بالتأكيد عندما نتحدث عن تحديات المنطقة بالتأكيد تتجه الأنظار نحو السعودية باعتبارها هي مشروعنا العربي الكبير. عدا عن ذلك عندما نتحدث عن تحديات العالم الإسلامي ومن يقود العالم الإسلامي سوى السعودية، نحن نتحدث عن قبلة المسلمين. المملكة العربية السعودية اليوم تمارس دورها المسؤول وتمارس دورها الصحيح والمطلوب، وهذا دور هي تتحمل مسؤوليته بالفعل، وهو تكليف وليس تشريف. والتوقيت هذا هو توقيت جاء بناء على التراكمات التي تعيشها المنطقة في الفترة الأخيرة، وهي تراكمات خطيرة. احنا نتحدث عن استهداف أنابيب نفط، نتحدث عن خطاب إعلامي إيراني ناري يستهدف فيه السعودية ويستهدف فيه القيادات السعودية وما إلى ذلك. السعودية اليوم تمارس دورها المسؤول، ونحن ندعو من هذا المنبر الأنظمة العربية والأنظمة الإسلامية أن تكون جديرة بالشعوب التي تمثلها، وأن تقف وأن تتحزم كلها خلف المملكة العربية السعودية وترمي بثقلها كلها خلف المملكة العربية السعودية في هذا الظرف الحرج الذي تمر فيه المرحلة المنطقة العربية والمنطقة الإسلامية.